25 تلميذ في إعاقة المدرسي في سنة 2024 وكذا حتى اليوم. نشرف اليوم على افتتاح السنة الدراسية لذوي الاحتياجات الخاصة 2024-2025 من مؤسسة الإعاقة البصرية من ولاية بومرداس. في الحقيقة قطاع التضامن الوطني يشرف على ما يزيد عن 35 ألف طفل معاق يتمدرسون على مستوى مؤسسات القطاع بحوالي 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص، 18 ملحقة وما يزيد عن 1304 قسم خاص على مستوى قطاع التربية الوطنية، يأطروهم ما يزيد عن 15000 مؤطر بيداغوجي إداري ما بين أساتذة متخصصين مربين يتم طبعا تخصصهم على مستوى المراكز الوطنية التابعة لقطاع التضامن الوطني. نحيي أيضا قرار السيد الرئيس فيما يخص إنشاء المدرسة الوطنية العليا لتكوين أساتذة الصم والبكم اللي هي إضافة نوعية ل طبعا تلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة بعد استكمال دراستهم على مستوى قطاع التضامن الوطني والانتقال إلى مرحلة الثانوي من أجل مواصلة المجهودات اللي بذلتها الدولة منذ التكفل بهذه الفئة.